بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اليوم الأحد الموافق 25/10/2020 من مجزر البساتين بالقاهرة، تم تحميل عدد 6 أطنان، 3 أطنان لمحافظة المنيا و3 أطنان لمحافظة بني سويف، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال وكلاء الوزارة بالمديريات. وكل عام وأنتم بخير.